السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، بحب أرحب فيكم في الفيديو الأول في سلسلة Coded in 10. إن شاء الله هاي السلسلة حتكون عبارة عن مجموعة تحديات برمجية. هدفي في كل تحدي أني أنهي في 10 دقائق. وكبداية أنا اخترت لكم تحدي مرتبط بالذكاء الاصطناعي ومهارات تعلم الآلة الـ AI والماشين ليرنينج. وهدفي في هذا التحدي اني افلتر التعليقات المسيئة اللي ممكن تيجي للويب سايت تبعنا، فخلوكم معنا. فخلينا نبتدي على بركة الله التحدي. اول اشي لازم تنزلوا الاكستنشن اللي اسمه ML.NET Model Builder، تنزيله سهل، فهاترك لكم اللينك في وصف هذا. والكود عندنا عبارة عن، في عندنا هذا على الجيت هاب، أنا ناشر الكود برضو حأعطيكم إياه في صندوق الوصف. عندنا 2 branches، واحد before ML واحد اسمه الماستر. before ML قبل ما نشتغل، ممكن تتنزلوه عشان تجربوا معي، وبعد والماستر بعد ما تخلصوا. فخلينا نبتدي. بسم الله. فأول إشي أنا هروح على الفولدر فيو، أوكي، لأني بدي أعمل هعمل داتا سيت أوريدي أنا عامل، وداتا سيت جواته عندي أنا فايل اسمه ترين، اللي هو فيه الداتا سيت اللي معرفة، اللي هي زي اللي هيتعلم من خلالها البرنامج تاعي، فلازم أنا أوفر لها. هاي برضو هتلاقوها موجودة في الكود اللي هعطيكم إياه. خلينا أول إشي نبتدي ونحكي رايت كليك اد. في عنا شيء جديد اسمه ماشين ليرنينج زي ما انتم شايفين هون. هنختار السنتمنت لانه احنا بدنا نفرق بين شغلتين. اعذروني انا مستعجل لانه احنا في تحدي، فحختار اول اشي. خلينا نحكي، هتختار فايل، لين هتحكي له الترين، هتحكي له الليبل اللي هو الريزلت، هتحكي له ترين هتنحكي 30 ثانية ونبتدي. هلا حاليا هيستخدم الكمبيوت باور تاعيتك، الاكستنشن نفسها هتستخدمها، وحتمر بعدة خوارزميات تختار الافضل اللي تطلع لك النتيجة الافضل. فلاحظوا هنا عندنا 92.98 بعد حوالي 15 ثانية باستخدام هاي الخوارزمية، وممكن يزيد النسبة او هاد. فحنشوف طبعا هي لاحظوا زادت بعد ما استخدمنا اشي تاني. هذا ما في إله دخل بالكلاود بالمرة، هو فقط بيستخدم إشي إنترنال عندك في الريسورسز. حاليا بيعمل فاينلايز، بعدين هنحكي له إيفاليويت حيطلع لنا النتيجة، بعدين هنحكي له أد بروجكتس حيضيف لي 2 projects هون، واحد اللي هو الموديل اللي أصدره، وفي 2 classes اللي هم الإنبوت والأوتبوت اللي حيطلع من الموديل عشان نقدر نتعامل معه، والكونسول هو عشان تقدر تجربه. فأنا في حالتي ما بدي إياه، هحكي له ديليت، هحكي له يس، خلوا هذه الويندو مفتوحة. بعدين اعملوا رايت، هنعمل رايت كليك على السولوشن، هنحكي له اد نيو بروجكت. البروجكت هيكون من نوع كلاس كور كلاس، اوكي. نحكي له ML candidate dot services، احكي له كرييت، هيعطينا الكلاس هذا. اسف، ممكن تعملوا له ديليت. هنعمل بعدين هنضيف انترفيس، الانترفيس هسميه اي توكسيك كومنت سيرفيس، هاخده كوبي انا هحتاجه، وهخلي من نوع بابليك، وهعمل بوليان ميثود اسميها از، خلينا نسميها از توكسيك كومنت، وبتاخد string وهو الكومنت. ماشي. هنعمل بعدين مرة تانية كلاس ثانية على نفس الهارد، هنعطيه اسم toxic comment service، برضو حيكون public، وحيعمل implement للانترفيس اللي حكيناه. وبدي انا constructor، هذا الconstructor تبعنا. لو نرجع على الموديل بيلدر، اسف على الموديل بيلدر هون، ترجع هون خدوا لي كوبي لهذا الكود، طفوا لي اياه في الميثود اللي عملناها،
هلا حتلاقوا في اشياء مش شغاله، هنروح على الباكج مانجر ونحكي له انستول باكج مايكروسوفت دوت ام ال على البروجكت تاع السيرفيسز، هيعمل لنا. بعدين نحكي له كنترول دوت، نحكي له يوزنج، هناخد هدول الاربعه مبدئيا هنحطهم في الكونستراكتور، وبعدين نعمل يوزنج باستخدام الريفرنس تاع المودلز، وهناخد هنعمل برايفت بريدكشن انجن من نوع موديل انبوت موديل اوتبوت، واسمه هيكون هذا الاسم. اوكي، ما في داعي للفار لانه كل مره هعمل له ست. المشكله عندنا في هذا الزيب فايل انه ما راح ينتقل هيك، عشان نجيب المكان الصح بالضبط انا هاخد الكود اللي انا مستخدمه هنا عشان السرعه. فعليا هحكي له يوزنج الاي او والرفليكشن عشان نجيب الاسمبلي، والموديل هذا فعليا انا راح استخدمه كاباصي لل. وهنا حنحكي في الاز، حكي له فعليا حكي له الانبوت تاعك دوت كلين كومنت اللي هو باخذ الكومنت تاعنا. طبعا انت ممكن تغير اسامي هاي الكولومز، بس احنا اخذناها زي ما هي بالفايل، هو باخذها اوتوماتيك. وبعدين هتحكي له هنا الريزلت اللي طلعت ايش حنعمل في الريزلت، حنحكي له ريتيرن ريزلت دوت بريدكشن فقط. هيك بنكون احنا عملنا الشغل تبعنا. نرجع على الستارت اب وهنحكي له services dot في عندنا في services هنحكي له add singleton. هتاخذ اول اشي i toxic حكينا، لا اسف خلينا ناخذها كوبي اسرع. تاخذ i toxic dot مع التوكسيك الامبلمنتيشن تبعها. نعم، ف ظهر ما استخدمناها. نعمل فلت سكسيدد دي، مو شايف. الظاهر انه البوبليك وهاي بوبليك، مش عارف ليش مش شايفها. طيب خلينا نعمل بيلد هيك، فبيلد سكسيد. anyway خلينا نكمل. بعدين هروح على البيجز، هروح على البوست، هروح بعدين على اسف الديتيلز، هفتح الديتيلز كود بيهايند تبعها. هعمل بروبرتي جديدة من نوع بوليان هسميها is toxic، وهي حتكون temp data. وهنا هنحكي له طبعا اول اشي خلينا بعدين كمان هناخد new service جديدة. النيو سيرفيس حتكون من نوع اي توكسيك سيرفيس. توكسيك سيرفيس طبعا هو هون مش متعرف عليها، فنحكي له ماشي. هنحكي برايفت ريد اونلي، بعدين نحكي له اي توكسيك من نوع توكسيك، وعادي هنعمل اساينمنت بسيط اختصار. وهيك هنكون dependency injection اشتغل معانا. بعدين هنحكي is toxic بيساوي
البريدكشن ايش كان اسم المثال؟ توكسيك كومنت، سوري توكسيك كومنت سيرفيس. فالتوكسيك حتاخد از لحد الان مش عارف ليش مش راضي يشوف الدنيا مع انه build failed expected. ماشي كل اشي مظبوط بس الانتليسنس مش حاسس. خلينا ناخدها راح بيدللكم انه كل اشي live. اوكي فهنعطيه الكومنت، نعم اسمه كومنت بادي، هندخل عن البادي اللي فيه التكست حاليا، وبعدين نحكي له if is toxic، اذا كانت فعلا هو toxic ارجع لي على الصفحة. على خلينا نروح على الصفحة. في الصفحة انا تحت التكست اريا هعمل شغلة هنسمي اللي هي من هنا validation invalid feedback. الانفاليد فيدباك حيكون عبارة عن you cannot post this it is toxic comment. اوكي وحاعطي هون في الكلاس حيكون هنعمل شوية لوجيك صغير، هنحكي له model dot is toxic. اذا كان is toxic هنحط كلاس عشان يعمل هاد، اذا لا هنحكي له string.empty. اوكي شو اللي بدنا اياه من هون؟ حيكون invalid، اسف is invalid. فخلينا نشغل. انا بصراحة احنا خلصنا، مش عارف اذا خلصنا على الوقت ولا لا، بس خلينا نجرب. ف بوس حعمل لوجن، وبعد اللوجن هنا انا هحكي هاخد الثانية احكي له شو، احكي له I like this، المفروض يعملها I hate this. طبعا هاي مش انت بتحكي انك انت مش حابب هاي، فالمفروض يعديها. لو نحكي I hate you، لاحظوا حكالي you cannot post this it is a toxic comment. فهيك اشتغل معانا زي ما انتم شايفين الماشين ليرنينج عرف يتعرف على اشياء. اذا حكيت مثلا خلينا نجرب اشي تاني كمان، انا اسف شوي على بعض التعبيرات هتطلع I will kill you مثلا، برضو حكالي فعندنا بعد مثلا خلينا نرجع نجرب اشي تاني I this is also awesome. فعملها. فهيك باختصار ورجيناكم كيف ممكن تطبقوا تعملوا ما يسمى بالطبخ الماشين ليرنينج والذكاء الاصطناعي وتقنية تعلم الآلة في الكود تبعكم في ممكن 10 أو حوالي 10 إلى 15 دقيقة ممكن تعمل هذا الإشي. طبعا زي ما شفنا أنهيت التحدي يمكن ما كنتش بخلال 10 دقائق، يمكن تقريبا ما يقارب 11 دقيقة، بس كبداية يعني أظن أن أثبتنا اللي أنا حابب أوصله أو يعني وصلت الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي مو شيء صعب ممكن أنت تضيفه على التطبيق تاعك. يعني نحكي عن موضوع فلتريشن خلال 11 دقيقة شيء جدا كويس. بتمنى أنه الموضوع فاتكم واستفدتوا منه، كان ممتع. إذا حبيتوا هاي النوعية من الفيديوهات رجاء اتركوا لي تعليق واطلبوا تحديات مثل هاي واعطونا اقتراحات بلكي عملنا جزء منها. لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، ولا الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.